الآن في صومعة حسان في مدينة الرباط العاصمة الإدارية. دابا من خلال هذه الجولة الاستطلاعية في مسجد حسان، لأنه جامع هو غير مكتمل البناء، لكن تبين جمالية رونق الفنان المغربي العربي، يعني من خلال طريقة البناء وطريقة وضع الأساسات كتبين على الحنكة والابتكار في العقلية المغربية منذ عصر الدولة الموحدية. وانتم كما كتشاهدوا، هانتوما بودرات كتشوفون كيفاش دايرين، هما المسجد هو كيفاش داير، المسجد هو كيفاش داير. نتمنى اللي شاف هذا الفيديو يدير شي تعليق. شكرا.